السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم المحاضرة الثالثة لمادة اللغة الإنجليزية. بهذا السلايد راح نشرح عن question word والفانكشن مالته ومثال، وناخذ مثال عن كل أداة من أدوات الاستفهام. أول أداة من أدوات الاستفهام اللي هي what, asking for information about something, what is your name. What for تستخدم ل asking for reason سبب. What did you do that for؟ When اللي asking about time الوقت. When did he leave؟ Where يسأل عن مكان أو موقع. Asking in or what place or position. Where do they live؟ Which اللي تستخدم asking about choice اختيار مالتنا. Which color do you want؟ اللي هو asking what or which person or people who opened the door، هاي مثال عليها. ال why يستخدم asking for reason سبب، سؤال عن سبب. Why do you say that؟ Why don't making suggestion اللي ما هي اقتراح. Why don't I help you؟ ال how asking about condition or quality. Who was your exam؟ How long اللي هو للينث function مالتها أو time or space. How long will be there. How many السؤال عن quantity معدود، كمية معدودة. How many cars are there. How much تستخدم للسؤال عن quantity غير معدود. How much money do you spend. How old يستخدم لل age يعني العمر. How old are you؟ بهذا السلايد رح نشرح البروناون اللي هو ضمائر. عندنا أما subject pronoun اللي هو I أو you أو he أو she أو it أو we أو they، أو object pronoun اللي هو ضمير مفعول به اللي حيكون me you him her it us them. البوزيتيف ادجكتيف اللي حيكون ماي لسبجكت برونون اي، يور سبجكت برونون يو، هيز سبجكت برونون هي، هير سبجكت برونون شي، اتز للسبجكت برونون ات، واور للسبجكت برونون وي، ودير للسبجكت برونون دي. السبجكت برونون راح يكون بديل للاسم اللي يكون يعني بصيغه الفاعل. ناخذ مثال عليها. I'm 16. You seems lost. Jim is angry and he wants Sally to apologize. The stable is old. It needs to be repainted. We aren't coming. They don't like pancakes. هنا راح نلاحظ بأنه استخدم له ضمير الفاعل الـ I will you بدلا من الأسماء اللي حتكون بصيغة الفاعل. أما الأوبجكت برونون فتستخدم كبديل للأسماء اللي تكون بصيغة المفعول به، ودائما تجي يعني بنهاية الجملة ويجي قبلها حرف جر. Give the book to me. The teacher wants to talk to you. Jax is hurt because Bull hit him. Richard received a letter from her last week. Mark can't find it. Don't be angry with us. Tell them to hurry up. هذين كلهن أمثلة على الـ object pronoun. أما الـ possessive adjective فهو يستخدم كبديل للاسم اللي يكون بصيغة الـ adjective أو الصفة، ودائما يجي وراء الـ possessive adjective اسم. فناخذ أمثلة. Did mother find my shoes؟ لاحظ إجانا كلمة shoes، فقبلها استخدمنا possessive adjective اللي هو my. Mrs. Bakers want to see your homework. Can Jack bring over his baseball card? ورابع جملة. Samantha will fix her bike tomorrow. The cat broke its legs. This is our house. Where is their school؟ نلاحظ بكل الجمل في البوسف ادجكتيف دائما يجي البوسف ادجكتيف ورا راح يجينا ناون.
في فرد لسؤال لشخص معين عن الأشياء اللي يحبها، راح نستخدم يعني سؤال بعدنا وباط زيور في فرد ونخلي بعدها ناون، ويكون الجواب مالتي ماي في فرد، ونكمل الجملة مالتنا. بناخذ أمثلة على مد توضيحية شلون نستخدم وات از يور فيفورت بجمل. وات از يور فيفورت وخلينا ناون اللي هو فود، فحيكون الجواب مالتنا ماي فيفورت. يور فيفورت بالجواب تكون ماي فيفورت فود از بيزا. وات از يور فيفورت بوك، ايضا لاحظ الجمله وات از يور فيفورت وبعدها استخدمنا ناون اللي هو بوك. ماي فيفورت بوك از موبي ديك. وات از يور فيفورت درينك، ماي فيفورت درينك از تي. وات از يور فيفورت سيتي، ماي فيفورت سيتي از لندن. وات از يور فيفورت سبورت، ماي فيفورت سبورت از فوتبول. وات از يور فيفورت موفي، ماي فيفورت موفي از تايتانيك. What is your favorite language? My favorite language is French. What is your favorite color? My favorite color is violet. What is your favorite class or subject in school? My favorite subject or class in school is history. نلاحظ من كل الجمل مالتنا عندما نستخدم What is your favorite، من وراء نستخدم noun، وبالجواب your favorite راح يتحول إلى my favorite ونكمل الجملة مالتنا. بعد السلايد راح ناخذ استخدامات الدير از والدير ار. الدير از نستخدمها عندما يجي الناون اللي بعد الدير از ناون مفرد، بينما نستخدم الدير ار عندما يجي الناون بصيغة الجمع. ناخذ أمثلة there is a cup on the table. A cup is a cup noun مفرد فاستخدمنا there is. There is a restaurant next to the station. A restaurant أيضا كلمة noun مفرد فاستخدمنا there is. There isn't any money in the house. There aren't any banks in this street. Banks جمع فاستخدمنا are. Is there a supermarket near here? و are there any potatoes in the cupboard؟ الحالة الثانية there is و there are، يمكن أن تستخدم there is a cafe in my village، there are two coffee cafes in my village. هنا استخدمنا are لأن two cafes، وهنا استخدمنا is لأن استخدمنا cafe. ايضا يمكن ان نستخدم بالكلام الدارج عندنا there is two cafes in my village، ويستخدم ال there زائد verb مع جميع ال tenses يعني ماضي او مستقبل. ناخذ عليه امثله there were many poor people in the 16th century. There won't be a cake at the party. There have been a lot of accidents today. Would there be a train at 6 p.m.? There hasn't been much rain recently. وتستخدم ال there be ويا ال a والان والسام والاني والنو والماتش وماني a lot of، لكن استخدامها يكون كلش قليل مع الارتكلز اللي هي ده. ناخذ بعض الامثله عليها there is a cat in the garden. There is the cat in the garden. There is a boy on the train. There is a John on the train. بهذا السلايد رح ناخذ استخدامات السم والاني. السم تستخدم مع الجمله يعني المثبته يعني لا هي نفي ولا هي استفهام، يعني وتستخدم للكاونتبل والانكاونتبل ناون يعني الاسماء المعدوده والغير معدوده. ناخذ امثله عليها I have some friends. هنا استخدمنا سم يعني بالجمله المثبته، وايضا استخدمناها للكاونتبل ناون اللي هو فريند. I don't like some I would like some water. هنا الووتر از انكاونتبل ولهذا استخدمنا ايضا سم، فسم تستخدم المن للكاونتبل ناون والنون كاونتبل ناون. ايضا تستخدم سم عندما نسال بصيغه الطلب،
يعني نطلب من شخص معين في الشيء، فنستخدم كلمة some. Would you like some bread? No offer. Can I have some water please? No request. أما أني فتستخدم للكاونتبر والأنكاونتبر نون، ولكن بصيغة الاستفهام وبصيغة النفي. Have you got any cheese? فcheese is uncountable، فاستخدمنا any. Have you got any friends؟ friends هنا countable، ولكن الجملة بصيغة الاستفهام، فاستخدمنا any وما استخدمنا some. وأيضا يستخدم any بصيغة النفي. He hasn't got any cheese. He hasn't got any friend in Chicago.